الاختيار انه من حد دارس اداب قسم فلسفه وعامله دراسات عليا في المسرح الروماني لحد بيختار الرقص الشرقي في مجتمعنا. انا رقصت وانا في اجازه ثانويه عامه، دي بدايه شغل. كنت في اولى جامعه دينا. بابا ما كانش متصور ان انا هكمل دراستي، وانت عارفه ان احنا عيله كلنا دارسين يعني. والدتي متعلمه قوي، مهندس. فصعب قوي ان يخرج حد يقرر انه هيشتغل شغلانه من وجهه نظر بابا ان انا مش هكمل دراستي، خلاص باخد فلوس وبكسب وبتاع، ايه اللي يخليني اكمل دراستي؟ انا كنت لا، انا كنت عايزه احط الرقص الشرقي في حته حلوه، في مكانة محترمة يحترمها كل الناس. فكان من أولوياتي وأنا بشتغل إني أدرس وإني أكمل الجامعة. ولما كملت الجامعة حسيت من كتر ما الناس ادتني زي سكسي إن أنا الرقاصة اللي في الجامعة وبتاع، قلت هعمل دراسات عليا علشان أبين إن أنا. كنت بتثبتي إيه لمين؟ كنت بثبت للمجتمع ان الرقاصه مش حاجه وحشه. الرقاصه مش، ما زلتي بتثبتي لحد النهارده؟ لحد النهارده براعي تصرفاتي جدا اكتر من اي حد طبيعي. يعني مثلا اصحابي يقولوا لي يا شيخه تعالي نام، اقول لهم لا، انا حدودي كده، لان انا مش عايزه حد يفكر اني عشان برقص بعمل كده. لا، يعني ليا حدود في كل حاجه. Vamos.